سيدة الأبراج ماجي فرح لنحكي عن التوافق بين الأبراج، وكمان لنشوف ليه في أبراج بتتفق مع بعضها وأبراج متنافرة كتير رغم أنه يمكن يكونوا مع بعض. ما حطول الحديث، لنروح دايركت دايماً لأول برج الحمل. امرأة الحمل ورجل الحمل كيفهم بالحب؟ عادة في انجذاب بيناتهم، بس في صراع، يعني بيناتهم في تحديات، بتوصل لأوقات لمواجهة جسدية إذا وصلت، يعني بكشروا عن أنيابهم. ايه. وإذا صار في غيرة مثلاً أو شعور إنه حدا عم بينافسهم على الحبيب أو الحبيبة، بصيروا شرسين بالإجمال حتى تجاه بعضهم. بس إذا عرفوا حافظوا على هيك الهدوء بيناتهم، وفي بيناتهم إذا بدي أقول لك تفاهم صامت، وبيعرفوا وين حدودهم، بيمشي الحال كثير منيح. من مشاهير برج الحمل هيك منعطي بعض الأسماء، أكيد في كتار، بس منروح للفنانة جوليا بطرس. أي. من برج الحمل، زوجة لياس بوصعب من مواليد العذراء إذا نعم. مش غلطانة. نعم. العذراء ضوى حياتها، عطيها العذراء بيعطيها استقرار. استقرار العذراء بيعطي شعور بالاستقرار. هي مطربة، هي مغنية بعالم صعب، يعني هذا العالم صعب. عالم الفن، فهو شو بيعطيها؟ بيعطيها هذا الاستقرار، بس يعطيها إياه بتصير تحبه أكثر. من موقعه الأكاديمي والسياسة حيعطيها الاستقرار. وكاركتيره وطباعه، طباعه الحنونة أو طباعه، يعني مش عاطي العذراء حمل. لا مش عاطي، بس مش هو الحب العظيم يلي ممكن يكون بالأول أو الشغف. هو الشعور بالأمان. رجل وامرأة الثور شو أبرز صفاتهم بالحب؟ اثنيناتهم بحبوا الطبيعة، بحبوا الكنكنة، بحبوا الحياة العائلية الرقيقة، ما بحبوا كتير الشقوف. اثنيناتهم بحبوا البيت، المنزل، الأولاد، بس علاقتهم بيشبهوا بعضهم، يعني بتكون مع بعضهم مرتاحين، بس ممكن توصل إلى الملل. ممكن آخر شيء يحسوا بالملل. بس اثنيناتهم كمان عنيدين، إذا عندوا على بعضهم التور والتور توصل إلى الفراق. في كتير مشاهير من برج الثور، عندنا الفنانة أصالة مثلاً إذا رحنا من برج الثور، بس أصالة عندها كذا تجربة بالحب، وجع الحب. يعني برج الثور تعذب بالحب، ولكن هلأ زوجها. كل حدا مشهور من النساء بده يتعذب بالحب. الشهرة عند المرأة هي بحد ذاتها سلاح ضدها. شو ما كان برجها، لو هي سلاح لها. نعم، لأنها مشهورة، ولأن هيدا الرجل عادة بحس حاله محرج مع المرأة اللي مشهورة. أصالة من برج الثور، زوجة الثالث الحال الفنان العراقي فائق حسن من برج العذراء. عظيم. عظيم. ثور وعذراء من الأبراج اللي كتير بيتفقوا، اثنيناتهم أبراج ترابية، يعني بيفهموا على بعضهم بلا كلام. هي عم تتغنى بالعلاقة هلا من غير كلام، بيفهموا على بعضهم، شرط إنه ما يتدخل حدا من الخارج فيهم. يعني يضلوا هن ما يخلوا حدا يدخل على حياتهم، هذه كثير مهمه، يعني ما حدا يقول الا لها شيء وهو يقول له شيء، خليهم دائما متكتمين. التكتم، عدم الاعلان، ما يحطوا صورهم. انا عم بقول لك خففوا من اظهار العلاقه افضل لهم.